السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم. يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. الفيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة كده سهلة وبسيطة، نوع من المقبلات أو السناك تقدري تاخديها في أي وقت. هنعمل مع بعض الذرة الشامية وإزاي نقدر نعمل منها أكتر من طريقة. فلو أول مرة بتشاهدوا قناتي، ما تنسوش تدوسوا زر الاشتراك سبسكرايب، ودوسوا على الجرس واختاروا الكل، ولايك للفيديو وتعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو سوا ونسأل الله. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي ادي الذرة الشامية والذرة السكري، موجود في السوبر ماركت الكبير وكارفور وسبينس والاماكن الكبيرة دي. ادي الباكيت كده مع بعض، في اربعة يعني بنسميه احنا كوز بقى ذرة. شوفوا انتوا بتسموه عندكم ايه، يا ريت تقولوا لي في تعليقاتكم، في التعليقات من اي بلد بتتابعوني، وايه الطرق اللي انتوا بتفضلوها في الذرة. اول طريقة عندي، هنحط كده ايه الذرة الشامية وهسلقها بمية. انا عارفه ان الطريقه دي حلوه قوي، بتبقى مسكره كده ولذيذه. وفي الاخر الفيديو هقول لكم كل واحد طعمه ايه. اول واحد حطيت عليه ميه سخنه، وهبدا ان انا احطه على النار. هديله بس كده ايه حاجه بسيطه من الملح، طبعا مش عايزه تحطي ما تحطيش، انما ده ملح الهيمالايا، فحاجه يعني مفيده ان شاء الله مش هتضر. وحطيت حوالي نص معلقه بس صغيره، وهحطهم على النار. في بيسلقوا حوالي 10 دقايق 12 دقيقة، بس ما بيبقاش مستوي كويس. انا سلقته حوالي نص ساعة، الصراحة بقت مستوية جميلة جدا، وطعمها قد ايه حلوة. فجربوا، دي اسهل وصفة للذرة الشامية غير الايه المشوي وكده. فيلا بينا نحط على النار ونسيبه لما يستوي. تمام، الوصفة التانية بتاعتنا سهلة برضو وبسيطة. ان انا هجيب ورقة فويل في الصينية وحطيت عليها ورقة زبدة، وطبعا ممكن ورقة زبدة بس. وهبدأ ايه جوز الذرة، طبعا انا شطفته كلهم، اديت لهم شطفة كده، فبنشفه شوية بالمنديل. وابدأ ان انا هبهره، هحط عليه ادي شوية كده من الملح، وحطيت شوية من الفلفل الاسمر. عايزة تحطي اي منكه بقى معاه حطي، حطيت بابريكا يديله برضو طعم حلو. طبعا ده كله اختياري، انتي شوفي عايزة تنكهيه بايه. وهبدأ ان انا ايه عايزة احطه يتشوي في الفرن، بس عايزاه يكون جوزي كده، ما يكونش ناشف. فحطيت عليه قطع من الزبدة. طبعا الذرة نوع من الكربوهيدرات، فبيتخن لو انتي هتاكلي منه كمية كبيرة. انا اللي انا بعمله ده هوزعه على الاسره، وكمان اكلناه على يومين، علشان احنا كلنا يعني الحمد لله هيلسي فود نوعا ما، فمش بنحب الاكل اللي هو الدسم قوي يعني. فالمهم حطيته بقى كده بالطريقه ديت، هجرف واحد بس كده من الذره وعليه الزبده، وحطيته على الرف الوسط زي ما احنا شايفين. وهسيبه بقى ايه يتشوي، ولعت عليه الشوايه من فوق، وهسيبه بقى يتشوي ياخد ايه راحته. دلوقتي ادي مرت النص ساعه، وهبدا اطلع بقى الايه الذره اللي هو بيتسلق. شايفين شكله قد ايه جميل. تقدر طبعا تغرزي السكينه فيه وهو على النار بعد ربع ساعه. شوفي انت الوقت اللي تحسي ان انت محتاجه السوى ده او حابه السوى ده طلعيه، يعني من اول ربع ساعه ممكن تبقى ناشفه شويه. اللي بيحب الحاجه كرانشي شويه مقرمشه شويه يطلعه بعد ربع ساعه، معاكي لحد نص ساعه. الصراحة مستوية وطعمها مسكرة وحاجة جميلة جدا. ممكن طبعا يتقدم بالطريقة دي خلاص كده كفاية قوي، او ان احنا طبعا نعمل له شوية اضافات علشان طريقة التقديم. وانا عايزة اعمل له صوص كده بالزبدة والليمون، يبقى تحفة جدا. بس طبعا نبهت ان لما نحط اي فاتس على الكربوهيدرات هنا بيبقى ممكن يتخن، ومزود يعني هنا السعرات الحرارية جدا، فده بتاخدي منه قطع صغيرة، مش تاكليش يعني جوز الذرة كله يعني. هجيب ادي قطعة من الزبدة وهحطها كده بالشكل ده، واسيحها في الميكرويف. وابدأ بقى ان انا ايه احضر لها صوص كده احطه عليه، يخلي طعمه حاجة تحفة جدا. ادي حطيت حوالي ليمونتين كده عصرتهم، وهحط لها بقى شوية كده من الملح. وهضيف شويه كده من الفلفل الاسمر، وهقلب بقى كله كده مع بعض. تتبيله بس خفيفه كده تديني ايه تست، يعني
يعادل السكر اللي موجود في الايه في الذره. انا ممكن ان انا احط عليه كله او ان احنا ايه نقطعه بالشكل ده. طبعا هو اتسلق نص ساعه، فكانت اللي هي النواه اللي جوه الذره او الخشبه اللي جوه ديت استوت شويه، زي ما انتم شايفين شايفينها عملت ازاي، استوت شويه ما بقتش ناشفه جدا يعني. فهي ممكن انت تقطعيها، بس طبعا بتكون بالسكينه قويه يعني وحاميه شويه. هقطعها بحيث كل واحد يقدر ياخد الجزء اللي هو هياكله على طول، تمام. وبتحط مقبلات مع الاكل. انت عامله الوجبه بتاعتك، فده كنت عاملاه مع وجبه اللي هي المكرونه بصوص البيستو، كان يوم كله بقى كده خفيف كده وصيفي منعش. خلاص اكتفيت بده، اقطعه واسيب التاني سليم زي ما هو، عشان احنا لسه ايه هنشوف النهاردة يعني مين هياكل ومين مش هياكل، فممكن ان احنا نعمل فوقيه في واحد بس. هبدأ بقى ان ننزل عليهم ايه بالصوص، صوص الزبدة بالليمون، طعمه حلو جدا، اداها نكهة غنية كده، طعمه بقى لذيذ يعني. ودي كده كانت وصفتنا الأولى، الذرة الشامية مسلوق بصوص الزبدة والليمون، قدمناه مع مكرونة بصوص البيستو وعصير البرتقال. كل واحد بقى بياخد له قطعة كده وياكلها، جميلة جدا. ادي بقى الذرة التانية اللي هي طلعت من الفرن وكانت مشوية بالزبدة برضو والبابريكا وملح والفلفل، برضو كان طعمها حلو جدا. هو صراحة الذرة في الشوي طبعا رائع يعني، بس المسلوق عجبني قوي، طري كده ولذيذ ومسكر وحلو قوي الصراحة. جربوه يعني، تغيير عن الايان المشوي. هدوق كده معاكم، طعمه حلو قوي، مسكر ولذيذة ومستوية حلو يعني. تعمليها 10 دقايق 12 دقيقة الاوقات دي كلها، هتحس ان لسه الذرة ايه ناشف معاكي. والذرة من الحاجات اللي لازم تتاكل وتتمضغ كويس جدا، علشان فيها نسبة الياف عالية، فتساعد في الهضم بدل ما يبقى بيعمل لك سوء هضم، تمام. وذوقنا المشوي، طبعا المشوي معروف، هي الزبدة ادت لها طراوة شوية، بقت مش الذرة الناشف، فالزبدة ادت لها طراوة. الوصفة الثالثة بقى هي ما اتصورتش، عشان انا شويته بقى على طول، حطيتها على ورقة زبدة ودخلتها تتشوى في الفرن من غير اي اضافات، من غير اي اضافات، عشان يطلع ذرة مشوي عادي خالص، فطبعا طالع العادي اللي احنا عارفينه. فده كان التالت حاجة، تمام. كده قدمت لكم النهاردة 3 وصفات للذرة الشامية، جربوها وشوفوا مين اكتر وصفة فيها عجبتكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بشكركم، والى اللقاء. سوزان مكاو، باي باي.